صدقوني إذا قلت لكم أنكم يقدر تكونوا كتعيشوا مع شياطين في هيئة إنسان من تحت سقف واحد. أكثر من هذا، شياطين اللي تكونوا مشاركين معهم نفس الدم، غير ما اختاريتوا السلام والطيبوبة وهم اختاروا الحقد والجاه والمال. هذه حكايتنا الليلة، حكاية زوج أرواح اللي غادي يمشيوا في سبيل الطمع والحقد والبخل إلى ما غير ذلك بطريقة التعويذ والتكال وكل ما لا يرضي الله من جميع النواحي. فمرحبا بكم في حلقتنا اليوم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وكل شيء هو هذاك. اول خطره كنلبس لورانج جا معايا ولا انا اللي جيت معاه؟ كنتمنى انكم ما تدوزوش هذه الفقره حيتاش عندي ما يتقال لكم من فضلكم. اول حاجه صحاب الباك، الله يجعل مولانا ييسر لكم ويفتح عليكم، واذا اجتهدتوا فتاكدوا بلي انه مولانا ما كيضيع حتى شي حد. ثاني حاجه، بمناسبه اننا تبارك الله العائله كبرات ولينا 200 متتبع في هذه القناه، اشبل لكم اننا ندير لكم واحد الفيديو اللي فيه سؤال جواب للمره الثانيه. وطبعا الا عندكم شي فكره ثانيه ديال فيديو واحد اخر اللي بعيد على القصص والحكاية ونستفدوا منه جميعا، مرحبا بهذه الافكار. المهم اذا عجبتكم فكره نتاع سؤال جواب خليوا لي اسئلتكم لتحت في التعاليق، واذا بغيتوا انه الاسئله تبقى بيناتنا صيفطوها ليا في الخاص على الانستغرام ديالي اللي غادي يبان لكم في شي بلاصه هنا، يا اما هنا يا اما هنا. بركه بلا بلا ولنبدا في حكايه قصتنا اليوم. لنبدا. كتقول صاحبه القصه شكرا حيتاش غادي نشارككم قصتي لكلها احداث، ما عرفش واش غادي تصدقوها ولكن راه كنحلف لكم بلي انه ما غادي نزيد فيها وما غاديش ننقص منها. انا مروه كاسم مستعار وعندي 21 سنه، انا بنت عائله كبيره في المدينه اللي كنسكن فيها وميسر علينا مولانا والحمد لله. كنعيش مع مامي وحتى مع جدودي. جدتي ماتت وجدي غادي يتزوج بواحد المراه وغادي يولد معاها ولد واللي هو عمي، وساكن معنا في الدار هو ومراته وولادو. عندي 4 ديال عمامي شقاق بابا، من غير هذاك مع زوج عماماتي اللي تهما شقاق بابا. هاد عمامي كلهم هما وعيالاتهم ولادهم ساكنين معنا في دار واحده وكلهم خدامين، اما زوج عماماتي ساكنين في الخارج. كاينين بنات عمي اللي منهم اللي مزوجات ومنهم اللي صغار وكيقراو. حكايتي اليوم على عمي اللي ماشي شقيق بابا، اللي مبلي بشي حاجه سميتها السحور والشعوذه، ولسبب بسيط انه ما بغاش خوه اللي هو بابا باش اننا نسكنوا مجموعين. فمن بعد ما غادي نحكي لكم القصه غادي تفهموا علاش كان دوي. هاد عمي عيا ما يدير التعويذ ما بين ماما وبابا باش انه يفرقهم، ولكن كان تينوض صداعات كبار ما بيناتهم بحق ما كانوش كيتفرقوا. والمشكل انه كلشي عارف في الدار بلي هو كيدير السحور، ولكن حتى شي حد ما كيقدر يهضر يحاسبوه او اللي يدويو معاه، ما عرفش واش بارادتهم ولا لا، الله اعلم. المهم غادي نبدا لكم احداث الحكايه من اولها. كعائله صغيره كاينه انا وماما وبابا وخويا الكبير. خويا الكبير اللي هو على من دايره القصه، اللي كون كان باقي حي ليومنا هذا كانت غادي تكون عنده 27 سنه، ولكن توفى وهو عنده 25 سنه. كيفاش غادي يموت وباش وعلاش؟ خلينا نقربكم على شويه من والديا. الام ديالي هي انسانه صباره بزاف، اما الاب ديالي انسان اللي هو وقور وعاطيني حريتي ندير اللي بغيت، ولكن كل شيء في حدود، وحتى انا هذيك الحريه مستغلها في كل ما هو ايجابي. خويا قرا حتى الباك نجح فيه، ومن بعد كل مره وفين كان تيخدم واي خدمه ما كانش كتيسر ليه. من بعدها ولا كيجلس غير في الدار والخروج، وكان موفر ليه كل شيء، ولكن واخا هكاك بغا تكون عنده الخدمه ديالو بحالو بحال ولاد عمامي الاخرين. واحد النهار وانا باقا مازال صغيره كنت في بيت النعاس ديال ماما وبابا، ومشيت حليت المجر اللي حدا راس بابا وغادي نلقى واحد الورقه اللي هي مطويه مربعه. حليتها كنلقى شي جدول وفيه بزاف ديال الحروف، بديت كنحاول انني باش نقرا ولكن مبغاش يتقرا ليا داكشي. وهذيك الورقه كانت يلاه تحطات جديده حيت انا عزيز عليا انني نقشوش داكشي اللي حدا بابا. انا بقيت تنقول اش هذا التخربيق، حتى جا وقف عليا بابا وتخلعت وقال لي شنو هذا الشيء، وحيد عليا من يديا. وهنا فين عرفت بلي هذاك خوه هو اللي داروا ليه، حيت فاش كنلقاو اي حاجه بحال هكا بابا وحتى ماما كنت كنسمعهم كيهضروا مع بعضياتهم على ذاك عمي. وانا تنكبر كبرت على جمله من عند والديا، هذاك عمك حضي راسك منه وردي البال، ما تاكلي من عنده ما تشدي من عنده. كبرت وانا كنتفاداه. اما تصرفاته مع خويا الكبير من بعد ما سالا قريته كان ديما تيدخل عليه البيت ديالو وهو تيكون ناعس ويفيق ويحل عليه الشرجم ويقول ليه فيق نوض هز شي حاجه ديرها. ما كانش عنده معاه، ما كانش تيخليه على راحته، وما عرفش بالضبط شنو دار ليه حتى عطاه
تكال في السن ديال 24 سنة، ولا السيد كيرجع أي حاجة كلاها وغير غادي وكيضعف، وفي هاد السن كان تيوزن كدا 30، شي حاجة اللي ما كتدخلش الدماغ، ما بقاش تيحمل الدار، ولا تيقولنا ما بقيتش حامل أنني نجلس معاكم في هاد الدار، غادي نخليها لكم ونخرج. فعلا غادي يخرج وتقطع علاقتنا معاه، ومبقينا كنعرفوا عليه كاع فين كاين. نمرتو كناخدوها غير من عند صحابو، لما تعرفنا أننا خديناها كان كيبدلها. دازت مدة خايبة، فمن بعد عام ديال الغياب ديالو شهر قبل الموت ديالو غادي يعاود يرجع وبخاطره ويسلم علينا، وكل شيء اللي في الدار فرح الا هذاك اللي خسر فيه الاسم ديال العم، درجه انه ما سلمش معاه، علما انه كل شيء عارف باللي انه هو السبب في هذا الشيء، وباللي هو اللي دير السحر. والمشكل تحد ما قادر يقول علاش كدير داك الشيء يا فلان، كل شيء مزيزن ليه فمه في هذا الموضوع معاه. فاش رجع خويا كانت حالته حاله، رجع وهو مريض بزاف، ولا وقت ما خرج كيسخف وكيعيطوا لنا الناس، راه ولدكم هنا راه ولدكم هنا جيو تشوفوه. ديناه درنا ليه التحاليل وما تيبان لنا والو، ماشي مره ماشي جوج، كلشي كان هو هذاك الا السخانه اللي ما كانش كتنزل ليه. غادي نمشيو عند واحد الطبيب غادي يقول لنا بلي انه عنده شي ميكروب في الداس ديالو، ولكن ما كان حتى شي حل. واحد الوقت واخا عرفنا بلي انه ما خاصش تمشي عند شي فقيه ولا تدخل في هذه المسائل، ولكن الكبده ديال الام كانت باغا خير باش انه يبرى وباي وسيله بدون ما انها هي تاذي شي حد. والله العظيم لما كتسول الفقيه شكون داير ليه هذا الشيء، ما تعرفنا ما تنعرفوه، وتيقول لنا راه فلان امه وهما اللي دايرين السحر وتوكلوا هاد ولدكم. من بعد غادي ينصحونا بواحد المراه كتعاون الناس باش انهم يشربوا شي عشوب ومن بعد كيرجعوا، واذا اي حاجه كانت مسمومه من سحر او لا توكال في الذات ديال كتخرج. فعلا غادي نديو عند ديك السيده كان كيرجع شي عجب خايب بزاف، لدرجه ديك المراه كانت كتخلع فاش كانت كتشوف داك الشيء، ولكن للاسف ما كانش كيحبس ليه، كان غير غادي وكيزيد عليه الحال. قالت لنا بلي انه داك الشيء اللي واكل راه كان معطل فيه بزاف وقديم، هيا ما يرجع، وكل مره بحال كيتعاود ليه داك الشيء وبدون نتيجه. فهذيك الوقت كنت نجلس حداه يوميا، كنجيب الكتبه ديالي وكنحفظ حداه، وهو غير كان مجبد، كان كيوصيني ديما تيقول لي ما تثقي في حتى شي حد وما تخلي حتى شي حد يتفلى عليك، هذه هي الكلمه الشهيره ديالو ليا. كان بحال حاس بلي ساعته انها قربات، كان عقل كان مجبد كيتفرج في التلفازه، وتنكون جالسه حداه وتيبغي يجبدني بالضحك وتيقول لي ديك اللبسه راه كاع ما جات معاك، انا تنبقى نقول ليه الله يحييك وغير بالضحك، ولكن هو ما كانش تيعجبو الحال فاش كنجاوبو بديك الطريقه، كان تيقول لي ما تبقايش تقولي لي هاد الدعوه راه خايبه. شي شهر من بعد واحد النهار واللي هو اكفس نهار داز في حياتي، غادي يتزاد عليه الحال وغادي يديوه للكلينيك. انا ما قدرتش نمشي حيت كنت عندي القرايه، كانت معاه ماما وبابا، ما خلاو ما داروا ليه في السبيطار والو. ها وصل الاجل ديالو، ماما شدات ليه في يديه وكتبكي وهو كيغرغر حتى خرجت ليه روحو. ديك الوقيته انا كنت في الدار وقت الغدا، بابا كيصوني ليا فاش بغيت نجاوبو وهو يقطع، انا ما على بالي والو، ما عاودتش عيط ليه، وحتى واحد في الدار ما قال ليا شي حاجه، وكان كيتصرفوا عادي. تغديت شويه هي تجي عندي واحد مرات عمي عزيزه عليا، عمي شقيق بابا ماشي هذاك الشيطان، قالت ليا شوفي بغيت نقول لك صبري صبري صبري، وبدات كتبكي. انا تنشوف في عوف دماغي تنقول يا ربي ما تقولش ليا شي خبر خايب على خويا، كنقول ليها مالك، قالت ليا خوك الله يرحمه دارت بيا الدنيا وتزعزع فيا كل شيء، واللي ما تمنيتش نسمعه في هذه اللحظه جا الوقت فاش انني خاصني نسمعه. خويا 25 سنه جوسادة ديالي من بعد با، علاش سخيتي بيا وشكون يضحك معايا ويتناقش معايا؟ ما صدقتش، وليت غير كندخل وكنخرج في الهضره. اللي مشيت عنده تنقول ليه واش بصح خويا مات، واش بصح خويا مات، تصدمت، واليوم من هذا راني مازال ما مصدقاش هذا الامر. نزيدكم وسط الصدمه ديال هذا الخبر ما غيطيح ليا غير داك عمي في الراس، الوقت كله كنت مركزه عليه كيفاش كان كيتصرف، والله العظيم الى النهار ديال العزاء سمعت بودني وشفت بعيني. قال لي واحد السيد من العزايه بركه فراسكم، وهو بابتسامه عريضه قال لي ايوا الله يرحمه، بانت في وجهه بلي كان ناشط. داك النهار كل شي حزن ومكتئب الا هو ولادو وامه بطبيعه الحال اللي هي مرت جدي، واللي اصلا هي اللي كانت كتعاونو في هذا الشر. ماما غير كتبكي وكتقول لي غير راه هو اللي تعدى عليه، هو اللي قتلوه، هو اللي وكلو. اصلا انا وماما ما كنهضروش معاه نهائيا، فمن بعد ما دفناه مشينا اليوم التالي باش نمشيو نزوروه، وقسم بالله الا كلشي في العائله دخل للروضه وزارو ودعا معاه وقرا عليه القران الا هو، ودازو بزاف ديال اللقطات اللي فيها اكد بفعيلو بلي هذاك الشيء اللي كان هو باغي راه وصل ليه. تقدروا تسولوني على بابا
والدور ديالو في هادشي كله. بابا مسكين شبح سحور، ما بقى عنده جهد حسابه شي هز يديه هو وشحال دار ليه وشحال من سحور، وكل مره فين كان تيلقاه. بابا مغلوب على الامر ديالو وعارينو حنا اللي عايشين معاه وكنشوفوه، داكشي كان غالب عليه. ماما كتقول ليه شنو كاين واشنو كتشوف، حتى عيات وخلات كلشي بيد الله وامنات بلي انه ربي ما غاديش يدوز ليه هادشي هكا، ومتاكده بلي انه هو وكل واحد تعاونو غادي يخلص في الدنيا وفي الاخره باذن من الله تعالى. لدرجه انها ماما كانت ديما كتحلم به. بعد عمي كيوقف عليها في المنام وتيقول ليها سمحي ليا، واخا هو كان باقي عايش وباقي مازال ساكن معنا، كتقول ليه عمرني ما نسمح ليك. المهم بعد الموت ديال خويا في نفس العام ماما غادي تقرر تحمل، وهنا غادي تبدا قصه واحده اخرى وصدمه واحده اخرى. لما حملت ماما وقربت باش انها تولد، مر جدي بلا حشمه بلا حياه، بدات كتقول ليها ايوا عاوتاني حملتي، اش غادي تولدي شي واحد بحال هذاك زعما على خويا الله يرحمه. ماما بحال قجيتيها بقات في هذيك الهضره. ديك الليله نعسات وهي شاده في خاطرها، غضربها الفيقه وتحل عينيها وغادي تلقى قدامها واحد الراجل لابس الكحل وكيشوف فيها. كتقول ليها بلي انه ديك اللحظه تخلعات ودرت يديها على كرشها، وهو يقول ليها ديري صدقه في الجامع وما غادي يوقع والو. ناضت نعلات الشيطان ومشات صلات ورجعت نعسات. من بعد فقت في الصباح وما دخلتش ديك الهضره لراسها، قالت راه واقيلا غير حلم هذاك وغادي يدوز، ولكن ما كانش غير حلم وديز، حيتاش النهار الثاني نعسات وعاوتاني غادي تضربها الفيقه، والوليد كان حداها ولكن ما كان كيسمع حتى شي حاجه، وهو يقول لها نفس الراجل وهو غضبان علاش ما درتيش ديك الصدقه اللي قلت لك، ويلا بغيتي داك الولد اللي في كرشك نوضي ديريها. تخلعات وبقات حل عينيها وتسنات حتى صباح الصباح وهي تمشي دير ديك الصدقه. والنهار فاش دارتها غادي يدير عمي كسيده خايبه، ولكن جا. واش هادشي صدفه ولا عنده علاقه مع هذا الامر الله اعلم، حنا بدا تنقولوا بلي انه عنده علاقه. من بعد ليله من بعدها كتعود لينا ماما بلي انها فاش فاقت في الفجر وتقبلت القبله وحطات يديها على كرشها مره اخرى غادي يوقف عليها نفس الراجل، وداك البيبي اللي في كرشها غادي تحس به فعلا تقلب من البلاصه ديالو. من بعدها بشي يامات قلال غادي تولد، كلشي داز على خير، الامور غادي على خير، واخا كانوا دوك الصراعات غير من التحت لتحت، المهم كل واحد مكونسونطري على داكشي اللي عنده. ما بقى والو باش انه يكمل خويا الصغير عام ونص. واحد اللحظه كانت يبكي الماما بزاف وعرفت بلي انه قربت الوقت نتاع الرضاعه ديالو، غادي تمشي للكوزينه تنوض باش تجيب ليه الحليب ديالو. رجعت للبيت غادي تدخل وغادي تلقى كرشو تنفخات وكيتخنق كيتخنق، هزاتو جراو بيه للسبيطار، هو يقول لهم الطبيب بلي كلا شي تسمم. منين جا هاد التسمم وكيفاش؟ وهي مشات غير للكوزينه باش تجيب ليه الحليب، ما قدروش يلحقوا باش انه يديروا ليه غسيل المعده حيتاش داكشي جا فرمشات عين. قال لها الطبيب غير ديه الدار لحقاش ما بقى فيه ما يتعالج، رافت عليه الحال ديك الساعه غادي يموت هو مسكين. ما تيقناش بابا جاتو واحد الحاله هستيريا، وماما عطاها ربي واحد الصبر عجيب. ماما كتحلف وكتقول لي بلي انه نهار ديال العزاء تاع خويا الصغير كتسمع عمي تيقول لواحد عمتي اللي حتى هي اصلا ما عندهاش معانا داكشي كامل اللي بغيت وقع. ماما من بعد هادشي ولات كتقول لبابا انا ما تليتش بغيت نبقى عايشه في هاد الدار، انا بغيت نمشي في حالي. واخا هكا كانت كتمشي وكانت كتعاود ترجع. ماما كتدور وكتقول لمرات عمي داك عمي الشيطان والله ما نسمح ليه حيتاش عرفت بلي انه هو السبب. من بعد ولينا عايشين في واحد الوسواس وواحد المرض ما قادريش نخرجوا منه. اذا بغيت غير ندخل الدار كتعيط ليا في تليفوني وكتقول ليا ما تدوزيش من داك الباب راه مرشوش قدام وشي عجب، دوزي من الباب الاخر. حاضين اش تناكلو، حاضين فراشنا. بالليل وبالصباح ماما كترش عليا الماء تاع الرقيه، ولينا عايشين في واحد الدوامه صعيب اننا نخرجوا منها. ممكن تقولوا ليا ايوا خرجوا سيروا عيشوا بوحدكم، ولكن راه ما يمكنش، سهل انكم تقولها، ولكن السبب هو جدي اللي عنده الاهميه الكبيره هو العائله تكون مجموعه حداه، ورافض نهائيا الفكره نتاع اننا نخرجوا من الدار حيت الدار كبيره وباغي باش انه العائله تبقى كبيره ومجموعه. حتى ولاد عمامي تيقول لهم الا غادي تزوجوا غادي تسكنوا هنا نتوما وعيالاتكم، يعني اصلا بلا ما تفكروا باش انكم تمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى حيت بغى يشوفنا كاملين معاه. المهم من الاخر جدي كلمته ما كطيحش للارض وكلشي داير ليه الخاطر. تقدروا عاوتاني تسولوا علاش هادشي كله معنا حنا وماشي مع عمامي الاخرين؟ ببساطه لانه بابا عنده الفلوس واملاك اللي زايدين على عمامي الاخرين، وهو من النوع اللي كيسافر بزاف وهو اللي هاز الدار، وحتى مجدي ديما كيشكر فيه هو اللي شاد حداه، وهذه هي اكثر نقطه اللي مخلي اخوه من با باش انه يحقد عليه ويأذينا باش انه يتهنى منا، والهدف الاكبر ديالو هو انه نخرج ليه من ديك الدار. ماما حاليا عايشه غير بالله ياخذ فيه الحق و
وحسبي الله ونعم الوكيل. اما عني تصحابات ما عنديش، والله العظيم غير في هذا الشهرين اللي دازوا دوك البنات اللي خدامات معايا مشاو داروا لي واحد البلان مع الباترون ديالي خايب، غير باش انهم يخرجوني من الخدمه، تيقولوا لي بلي انه غير وكان حيتاش با واقف معايا، لكن انا مصاحبه مع بابا، اي حاجه وقعت ليا كنت كنقولها ليه، هو عارف الحقيقه نتاع كل شيء وكيمشي عند الباترون ديالي باش انه يقول لي شنو تيوقع ليا، داكشي باش هما تيقولوا لي هاد الهضره، علما انني انسانه داخله سوق راسي وما كنجبد حتى شي حد، ديما هما مجموعين وانا بوحدي وكيبقى قافية الحال. واخا دوزوها عليا في الاول ولكن الحمد لله كان بابا ديما في جنبي حيتاش عتقني من شحال من حاجه. اما ديك الدار اللي حنا فيها عامره باسرار وما علم بهم غير الله، اش منك يا بخور ويا حجابات، وكل مره مرشو شي عجب في العتبه ديال الدار والشياطين اللي ساكنين معانا ما غادي يخلصهم غير الله، وحنا في انتظار انه كل واحد ياخذ الجزاء ديالو. كلشي تيقول لنا واو عائله كبيره فرحانه وداركم زوينه وعندكم فلوس، ولكن حتى حد ما كيشوف كيفاش حنا عايشين وباللي كل واحد حاضي تبصيله اولا شنو كيدخل فمه وشي عاس على شي. ماما ما كيدوزش شي نهار ما كتبكيش فيه على خوتي، خصوصا خويا الكبير عينيها طابو، اما بابا مسكين ما بقى عنده جهد. اما انا مهددة دائما للخطر، ولكن ما كنعمرش راسي بهذا الشيء بزاف، غير كنرد البال لاي حاجه كنبغي ناكلها وصف. وهذه هي حكايتي، كنتمنى يجي شي نهار ناخذ الحق لخوتي من هاد الناس اللي اذوهم، خصوصا الكبير، اما الصغير مسكين ما هو الا طير من طيور الجنه. انا ماشي من النوع اللي كينتقم، ولكن كنقول بانه غادي يجي شي نهار اللي ناخذ ليهم حقهم ونوصل لذاك الشيء اللي بغى يشوفني فيه خويا. شكرا حيتاش سمعتوني، وتاكدوا انه من بعد ما تقاسمت معاكم اللي في قلبي حسيت باللي انني ارتاحيت. وهذه هي كانت حكايه مروه، ويا لها من حكايه مليئة بتفاصيل اللي كدائما وابدا كنختصر لكم ونعطيكم غير داكشي اللي نقدر نسج به قصه تقدروا تفهموها. اما عني شخصيا عجيب هذا الصنف من البشر، كاين شي امور اللي بدا انا شخصيا وحتى تقولوا لي في تحت التعليق واش حتى نتوما سبحان الله، اي واحد تشارك معايا الحكايه ديالو اولا من داكشي اللي شفت او اللي عشت من شر، تنسول ديما شنو الهدف من اننا ناذيو الناس، او الهدف نتاع الناس اللي كيأذيو الناس الاخرين. واللي ما كنتقبلوش هو انه يكون هاد الانسان من صلبك ولحمك ويأذيك، علاش؟ واش هاد الناس ما تفكروش بلي انه لا شيء يدوم وهاد العلاقات حد هاد الدنيا؟ ديما تنقول علاش ما كيديروش بحساب ربي وعلاش ما كاينش الحب؟ حشومه وعيب وحرام انك تفرق الاخوه على بعضهم، او للاباء على ولادهم، او للزوجه على رجلها، او فشنو الهدف من هذا الشر والى متى؟ راه هذا الشخص اللي كيدير هذا الفعيل تيجلس في العرش ديال الشيطان والشيطان كيصفق ليه، راه ماشي هذا هو الاسلام ولا حتى الايمان. وهادشي اللي تنقول انا لست هنا باش نعطي شي فتوى، ولكن هذا واقع تيعيشو معظمنا. فاذا كنتي كدير الفعايل وكتصوم وكتصلي غير سير طلب الله يسمح لك من كل واحد اذيتيه، وشوف مولانا واش غادي يقبل لك هاد الاعمال اللي كدير. سمحوا لي اذا فعلت يا مشاهدين يا كرام، ولكن لا اتقبل هاد الامور، فالدنيا راه جدا بسيطه، دير الخير غادي تلقى الخير، اخدم تخدم، اذا شي حد ما تقبلتيش ما حملتيش سير وخليه ونساه وعيش في امان من اجلك ومن اجله حتى هو صافي. المهم موضوع طويل، وكنظن بلي انه حتى نتوما عندكم ما يتقال في هذا الشيء، والله ديما خلقاش اللي غادي نقول لكم، هذه سنه الله في خلقه، ما عندنا ما نديرو. فالمهم ما كرهتش انكم تواسيو مروه بكلام جميل ورائع، وادعيو مع خوتها بالرحمه ولوالديها بالصبر. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، نتلاقاو في حلقه الخميس باذن من الله تعالى. سلام سلام.